بلدنا جوع، نقول لك يا رئيس الوزراء كافي جوع، حسوا بالموظف فكروا بيه. يعني انت زيد راتبك يا النائب 50%، وهذا ابن الخايبه كاتب ويم وكاتب برايم وكاتب جوع، هاي ترب علمن، هذا بلادي بلاد العراق، والله هاي تراب العراق وحب تراب العراق، يشهد علي شيء. عاش العراق والله كتلنا الجوع. نقول لك تعبينا يا رئيس الوزراء، هذا عام النظافه من رخصتكم، هذا عام النظافه يشتغل 24 ساعه بالبلديه ويكنس تنطي 200,000. انا اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه لقناتكم الكريمه والكادر الموجود. انا اليوم بكيت بهذا الموقف اللي امامي، هذا موظف من الملايين اللي كاتل الضيم وكاتل الجوع والقهر في العراق العظيم. احنا العراق الخير، عراق الكرم، احنا اللي نكرم الدول، الدول عاشت بخير العراق. معقوله ابن العراق يصبح مريض وجائع مشرد، موظف البلديه، الماء، المجاري، التربيه، كاتل الجوع والضيم، وياكل ياكل بالليل روسه رشدين، شفته بعيوني يا رئيس الوزراء، روسه رشدين ياكل عشاء وغداء، فجريمه. فنتمناها منك يا رئيس الوزراء، ونقول لك هذا مو عراق بس للسياسيين، هذا عراق للموظف، للمواطن، لكل انسان شريف في العراق والدوله العراقيه، والعراق عراق الجميع. يعني نبكي ونستهضم، عندنا عوائلنا ابسط حاجه، انا ما اشكي عن حالي، لا، حالي حالي حال الربع، حالي حال الموظف. موظف انا استلم 170,000 مع زوجي والاطفال 240، وقاعد بالاجار ومتحمل بهم وبرايم، بس ما اشكي حالي. انا اليوم امثل البصره مع الشيخ عمار الزيدي، امثل موظفين العراق، انا كتلنا جوع. نقول لك يا رئيس الوزراء كافي جوع، حسوا بالموظف فكروا بيه. يعني انت زيد راتبك يا النائب 50%، وهذا ابن الخايبه كاتب ويم وكاتب برايم وكاتب جوع، هاي ترب علمن، هذا بلادي بلاد العراق، والله هاي تراب العراق وحب تراب العراق، يشهد علي شيء. عاش العراق والله كتلنا الجوع. نقول لك تعبينا يا رئيس الوزراء، هذا عام النظافه من رخصتكم، هذا عام النظافه يشتغل 24 ساعه بالبلديه ويكنس تنطي 200,000. فانا من خلال قناتكم الكريمه اناشد رئيس الوزراء بتعديل سلم الرواتب. نعم نعم للسلم، نعم نعم للسلم، نعم نعم للسلم، نعم نعم للسلم، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق. شكرا جزيلا.